أسعد يا أسعد، آخر إشي كنت أتوقعه إنه أنت بالذات بعد كل اللي عملته عشانك تسرقني. مستر أسعد، بس أنا راح أكون أحسن منك. مش راح أسلمك للشرطة لأنه العشرة بتهونش إلا على أولاد الحرام، بس إذا شفت خلقتك هون أو في أي محل تاني، يلا يلا. طول بالك وخلينا بالمهم. هلأ مكان أسعد صار فاضي، وهالكلب هاد كان له دور كتير مهم بتجهيز الطلبيات وتوزيع العملاء. ورغم خيانته لهالكلب، بس ما بنقدر ننكر إنه كان أحسن حدا بهالشغله. وهلأ عدم وجوده رح يسبب لنا كركبة كتير كبيرة ونحن بغنى عنها. وأنا برأيي إنه لازم نلاقي بديل بأسرع وقت. معك حق. شو البديل؟ بديل جاهز. المصري. ايه سيف. يا عدنان، الزلمة خبرة طويلة من أيام شغله بالمطاعم بالعراق. أنا على تواصل معه من هديك الليلة. والحق ينقال، أنا ما شفت منه غير كل خير. وضعه القانوني؟ نخليه يشتغل بالمخازن بعيد عن العيون. لحد ما المحامي يظبط له ورقه وتمشي القصة. شو قلت؟ ماشي. خلينا نجربه. ايه بنجربه. خليه يجي بكره. خلص اتفقنا. يا فرج الله، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا رائف. جميلك ده على راسي طول العمر. لك شو هالحكي؟ عم تشكرني على الرد الجميل؟ انا اهم شيء بديك تجهز لي حالك منيح. استاذ عدنان طيب، بس بالشغل كتير صعب. ولا تشيل هم، انا حطور رقبتك. إيه لكان ركز معي منيح. قول لي، انت حتبقى الحصان الاسود اللي اخترقنا الطيار المدني في مصر يا عبد الرحمن. وده دور مهم وكبير ومحتاج تدريب اكتر. ان شاء الله يا دكتور، انا مستعد اعمل اي حاجه عشان خدمه الدعوه. بكره ان شاء الله هيجي لك مجموعه من الاخوه في المخابرات، هيقعدوا معاك ويشرحوا لك بشكل عام التدريب الامني اللي هيديه لك طول فتره وجودك معانا هنا. الله المستعان. سيف، عاش من شافك يا روي بيه. أول ما يجي تقرير رامي عن مواباته لسيف بلغوني. في حاجة تانية ولا ممكن نروح؟ تينا كانت طالبة إذن إنها تروح تقابل سعيد خليل في مكتبه بعد ما تزور أهلها في الإسماعيلية. طبيعي إنها تروح له تشكره بعد ما رجعت. عن إذنكم. اتفضل يا فندم. الواد أصله كان حرامي. كان بيسعى عدنان يجي بقاله 3 سنين كده. قلنا الشيطان وزه، يمكن يرجع لعقله. ربك ستار حليم. بس اهو لما لقينا مشاهيره هيوسع لك السكه قلنا ما بديهاش بقى. طول عمرك صاحب واجب. معنى كده بقى ان انتوا ليكوا ناس في شركه عدنان. خليك في حالك يا سيف، ما تسالش على اللي مالكش فيه، ركز في اللي وراك. حاضر. المهم، هتعمل ايه في مراقبه الجماعه اللي وراك في البنسيون؟ هي مش حاجه شخصيه، هم بيعملوا كده مع اي حد داخل جديد. ودينا بنتسلى بقى، هتسلى عليهم ويتسلوا عليا، يمكن اطلع من وراهم بحاجه. ربك كبير. بس خلي بالك، الأماكن اللي زي دي عادة بتكون مصادر لأجهزة كتير، منها أجهزة البلد هنا. وأجهزة البلد أنت عارف إن في هجرة شرعية وهتسكت. وليه لأ؟ في كل الأحوال خليك حريص وما تقلقش، إحنا دايماً وراك. ماشي. طب تفتكر عدنان يعني هيعرف يظبط لي ورقة رسمي هنا؟ بقى أسرع مما تتخيل. عدنان برضه ليه ناس اللي بتخلص. بالنسبة للمهمة بقى اللي أنا جاي عشانها. أول ما ورقك الرسمي يخلص هتقدر تتحرك بسهولة. وساعتها نقدر نتحرك على الخطوه اللي بعد كده. على خير يا رب. معلش، هو اللبس ده ايه؟ خليك في حالك يا سيف. السلام عليكم. السلام. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.